قام وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله بجولة لمتابعة سير العمل في بناء المساجد الجديدة بالمحافظة. وكشف وزير الأوقاف عن إقامة معسكر تثقيفي لأئمة المحافظات السياحية في شهر يناير القادم حول آداب التعامل مع السائحين. بين لقاء مع الأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة البحر الأحمر للوقوف على خطة إعمار المساجد الجامعة وتفقد الأعمال الإنشائية للمساجد الجديدة، وزير الأوقاف يؤكد استمرارية العمل للانتهاء سريعا من المشروعات التي تقيمها وزارة الأوقاف بمختلف مدن البحر الأحمر. احنا بنرسخ كما أكدت قضية المسجد الجامع، اللي مثل هذا المسجد مسجد جامع بمعنى الكلمة، يؤدي دورا دعويا ودورا مجتمعيا ودورا تثقيفيا وتنويريا هاما وفي خدمة المجتمع. بنأكد على إقامة صلاة الجمعة في المساجد الجامعة دون الزوايا والمصليات، قصر الجمعة على المسجد الجامع تطبيقا للفقه الرشيد. من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر على الدور الدعوي والمجتمعي لأئمة الأوقاف بالمحافظة، كذلك تطوير وإقامة مراكز ثقافية باللغات الأجنبية للارتقاء بالتعامل مع السائحين خلال زيارة المساجد الكبرى والتي تأتي ضمن السياحة الدينية. فاتحين المسجد في غير أوقات الصلاة، كل رحلات السياحة تيجي قدام المسجد بيدخلوا على المكان اللي هو محدد للبس الإسدال والدخول للمسجد، بيبقى معهم المرشد السياحي ومعانا هنا الأئمة، يعني يجيدوا اللغة الإنجليزية ومطبوعات أيضا باللغات الأجنبية لأي سائح يريد أن يأخذ أي كتاب. طبعا دي كلها إصدارات وزارة الأوقاف وبتمدنا بيها بصفة مستمرة علشان السائح يطلع بانطباع، هي دي سماحة الإسلام. إقامة وتشييد المساجد الكبرى بمدينة الغردقة ومختلف مناحي المحافظة لوضعها على خارطة السياحة الدينية هو ما تسعى إليه وزارة الأوقاف ومحافظة البحر الأحمر سوية. من مدينة الغردقة البحر الأحمر وليد هيكل للتلفزيون المصري.